نوفل يحب السهل، وبالسهلة بوكس يقدر يشوف تلفزيون براحته كيف ميلتو تخليه. وطاوس جامي تحبس، بصح مرات تنسى روحها مع طابلت. وجي جي ديما تفارتاجي، وشنو خوها مهبلها عبد اللطيف شحال خفيف. في هذا رمضان راح نساهموا ب 50 دينار لصالح الهلال الاحمر الجزائري لكل تبعات 2000 دينار واكثر، ونهديو لكم 50 جيجا انترنت مهدد ايضا عن شراء سهله بوكس. مع سهله بوكس كونكتي دارك وقعد مع عائلتك. اريد عيش الانترنت. نفس البطولة تولي ولم تولي. ليش؟ الاجتماع خلص لعدم الحديث عن كرة القدم إطلاقا في الوقت الراهن بسبب فيروس كورونا، وهذا هو الأكيد والمؤكد. يعني نظن باللي الاجتماع هذا كان مفيد جدا لإعطاء الفرصة للعائلة كرة القدم، وخاصة الرابطة والاتحاد الجزائري لكرة القدم، باش يعرف عن كثب يعني ما قامت به اللجنة وتشخيص للحالة والوضعية الصحية السائدة اليوم في البلاد، وكذلك يعني طرقوا لعدة مواضيع يعني بدقة. اليوم العودة إلى المنافسة مستحيل يعني في الآونة، ولكن احنا ننتظر دائما الخروج من هذه الأزمة الصحية، و يعني نبقاو إن شاء الله في اتصال مباشر مع المركز الوطني للطب الرياضي، وخاصة اللجنة الطبية والعلمية التي كانت فيها يعني كما نقولوا عرض من طرف الدكتورة إزمران إلهام، يعني الحق يعني أعطانا صورة جيدة وتشخيص جيد للوضعية. لهذا ما خرجناش يعني بقرار. سمعنا بلي خلعوكم الأرقام. لا 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 لا، أرقام يعني معروفة، ولكن هما عرفوا كيفاش يقدموها وعطوا أرقام أخرى. وإحنا كذلك اللجنة الطبية تاع الاتحاد الجزائري لكرة القدم زادت أضافت يعني قامت بإضافات أخرى، وخاصة التدابير والقرارات اللي تاخذها وزارة الصحة في كيفية التعامل مع الكوفيد 19، لأن ما تنساش باللي في كل مرة كان هناك يعني استحداث للقرارات، وإحنا اليوم رانا في 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 نفس الإطار نتاع كيفية معالجة وكيفية المعاملة نتاع هذا الكوفيد. ولهذا يعني اليوم الكرة راهي مؤجلة إلى وقت يعني قادم ان شاء الله. تحدوا يعني موعد؟ مستحيل. شوف مستحيل. شوف تونس اولا يعني عطاو تاريخ ثم تراجعوا عليه، واليوم قرروا تاريخ اخر. حنا الاتحاد الجزائري لكرة القدم والرابطه ما حبيناش ندخلوا في هذا المتاهات تاع نمدوا تاريخ ومن نتراجعوا عليه. حنا لحد الان رانا نمشيو كما بخطى ثابته برزانه، ولهذا الوضع اللي رانا فيه يعني يلزم على الجميع الرزانه والتحكم والحكمه. يعني ما كان فيها حتى فائده انك تتسرع وتاخذ يعني قرارات استرجاليه. الإمارة كانت اصدرت بيان طالبت فيه يعني بوقف البطوله. العديد من الناس يعني يشاطرون الرأي تاع إدارة شباب الوزداد، هم يقولون حبسوا الشامبيون الأخير، ولو أنهم لا يشاطرون يعني يوافقونهمش فمطالبة شباب الوزداد باللقب نظرا للترتيب العام مثل ما حدث في فرنسا. شوف اولا الاتحاد الجزائري لكره القدم يعني ما يعلقش على بيان صحفي، هذا بيان صحفي يعني ما كانش مرسله من كما يقولوا نادي شباب الوزداد الى الاتحاد. النقطه الثانيه هو شباب الوزداد من حقه يعني يدير بيان او يعني يعلق على قرار او يعطي اقتراحات، هذا احنا رانا في جو ديمقراطي يعني ما كان حتى اشكال. احنا يعني الوسط الرياضي نتاعنا لازم يتعلم هذه السلوكات، اللي يعني ما نطعنوش الناس وما نتكلموش يعني امور اللي تجرح عندما واحد يصرح على امور حتى ولا الامور ما تشاطرهاش. النقطة الثالثة في البيان يعني كان امور يعني يقدرون يستغلوها كمقترحات ممكن يعني تدخل في يعني بعد مدة في إعادة النظر في أمور، ولكن بصفة عامة يعني هذا بيان صحفي. الاتحاد يعني ما تدخلش وتعلقش يعني بيان صحفي. يعني أنت إذا نحن نتحدث أن الأندية عندما الاتحادية خرجت ببيان رسمي على ورقة الطريق، من حق كل نادي انه يراسل الاتحاديه ويعطي يعني كما يقولوا جمله من الاقتراحات او التعليقات او حتى يعني كما يقولوا قرارات، قال احنا نحبسوا البطوله ولا مع الوضع. لان كي تسمع كل نادي كل واحد عنده راي وكل واحد عنده موقف، والاتحاديه من واجبها ومن صلاحيتها ومن مهامها انها تراعي المصلحه العامه.
سؤال اخر يتعلق بمشاكل الانديه الكثيره في الفيفا، يعني ليليتيش، مولوديه وحران، جمعيه عين بليلها، مولوديه بيجايا، اولمبي المديه، العديد من الانديه يعني وقعت في مشاكل كبيره ماليا وتهديدات من طرف الفيفا. شوف، اولا هذه المشاكل ماشي جديده، يعني مده طويله والانديه الجزائريه تعيش هذه المشاكل، وحتى يعني الاتحاديه في كل مره، يعني ماشي غير هذه الاتحاديه، يعني المكتب الفيدرالي الحالي، حتى اتحاديات اخرى السابقه اخذت قرارات مثلا في تقليص عدد اللاعبين الاجانب. هذا كما يقولوا مشكل تسييري مش جديد. ثانيا، الاتحاد الجزائري في كل مره رافق الانديه في يعني حل هذه المشاكل، على سبيل المثال فريق شباب الوزداد، فريق اتحاد بالعباس، فريق مولودية الجزائر، فريق شبيبة القبائل، في كل مرة الاتحادية يعني قدمت المبالغ المالية، ومن بعد انتظرت الأندية أنها ترجع، وكان بعض الأندية لحد الآن لم ترجع لهذه المبالغ المالية. يعني هذا باش نأكدوا مرة أخرى أن من الواجبات كذلك الاتحاد الجزائري أنه يرافق ويساعد الأندية في حل المشاكل. النقطة الثالثة، وما ننساوش كذلك ان الاتحاد الجزائري لكرة القدم انشا هذه المديريه، مديريه المراقبه التسيير تاع الانديه، وهذا لاهداف ان شاء الله احنا نتمناه في المستقبل القريب، يعني لملف اللي في بدايه الموسم القادم اذا سمحت الامور ونرجع الى المنافسه، وخاصه انه احنا على وشك يعني وضع رزنامه جديده ووضع استراتيجيه جديده، وكذلك كما يقولوا هيكله تاع الانديه، وعندنا رابطه محترفه واحده فيها ان شاء الله 18 نادي. هذه الانديه على الاقل من الناحيه التسييريه، من الناحيه الاداريه تكون في المستوى، باش ما نعاودوش نطيحوا في نفس المشاكل. وهذه الانديه سيلزم عليها، وكما تعرفوا باللي كان دفتر شروط فيه 19 نقطه وثيقه ان كل نادي لازم يلبيها، من بينها يعني الجانب التسييري والكفاءات. لازم الانديه كما نشوفوا مثلا مؤخرا فريق مجمع مدار ولا شركه سيربور، اللي بدون شك احنا نجيبوا الاضافه لهذه الانديه من الناحيه التسييريه، باش نتفاداو كل هذه الامور وما نزيدوش نعاودوا نطيحوا في نفس المشاكل تاع هذه تاع لاعب مغامر مع كما يقولوا دفع اموال ودخل فيها الفيفا، وفي عوض يعني نمشيو في تطوير الكره وفي نحطوا كل المجهود نتاعنا والطاقه نتاعنا في امور يعني جاده وايجابيه، نبقاو يعني نتبعوا في هذه القضايا اللي يعني لا تفيد ولا تسمن ولا تغني من جوع. قبل ما نختموا، سؤال اخر يتعلق بالاستقرار تاع لي شوار في اكتوبر، شكون راح يخلصهم هذا الشوار؟ لا نشوف احنا نظن باللي من هذا الجانب يعني العقود، الاتحاد الجزائري لكرة القدم والرابطه في اطار ما قدمت به الفيفا، اول نقطه عالجتها عندما بدات هذه الازمه وهذه الجائحه تاع الكوفيد 19 هي هذا الموضوع بالذات. ونظن باللي الفيفا اعطت الاطار القانوني لكل اتحاد باش يسير مع الانديه تاعو البطولات نتاعو هذا الجانب. نظن الامور راهي واضحه، على الانديه انها تدخل في هذا الاطار وتجد الحلول طبقا لهذه الامور التي جاءت بها الفيفا والارشادات والاجراءات اللي قدمتها الاتحاديه، وكذلك القانون العمل. ما نساوش باللي هذو شركات وهذو اللاعبين راهم يعملوا في هذه الشركات، لازم يدخلوا في اطار تشاوري حتى يجدوا الصيغه المناسبه، حتى اللاعب يحافظ على كما يقولوا المكاسب نتاعو والنادي نفس الشيء. اخيرا نعطيو كلمات تقول حاجه يعني خاصة الشعب الجزائري او يتهاون في هذه الفترة. شوف انا منذ بداية يعني شخصيا منذ بداية هذه الجائحة وهذه الأزمة الصحية اللي مست يعني كل العالم والجزائر بالخصوص، وقت شوف رانا نعملوا باحترام كل الإجراءات. الوصية والرسالة التحسيسية هي نفسها منذ البداية إلى نهاية المقابلة كما يقولوا. هو احترام والانضباط حتى ان شاء الله نخرجوا كما خرج وخرجت الامم الاخرى. اليوم الناس هي تتكلم على المانيا راح تباشر البطوله، على دول اخرى، على اسبانيا. هذه البلدان يعني كما يقولوا مرت بفتره جد صعبه. احنا الحمد لله رانا في وسط هذه الجائحه ولكن باقل ضرر مقارنه مع بلدان اخرى، ولا حبينا يعني نخرجوا في فتره قصيره علينا الاحترام، ولا ما احترمناش سنطيل هذه المده، وهذه المده لا فائده فيها، بالعكس ستضر البلاد والعباد
من الجانب الاقتصادي، من جانب الشغل، من جانب يعني حتى كما نقولوا الجانب الرياضي، شوف البطوله معطله الى اخره. احنا نتمنى ان شاء الله ان المواطن الجزائري يتوعى ويحترم بصفه يعني كما نقولوا صارمه هذه الاجراءات ان شاء الله، ونخرجوا منها، وحتى اذا انتهى شهر رمضان نخرجوا ان شاء الله بسلام، ونعيدوا ان شاء الله في ظروف خاصه مره اخرى. شوف صمنا في ظروف خاصه وحنا نعيدوا في ظروف خاصه، وهذا يعني احنا كمسلمين شويه صعب علينا ان نتحمل هذه الظروف هذه، ولكن علينا في نفس الوقت اننا نكونوا في انضباط في انضباط في انضباط. بارك الله وفيكم.